وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. وبعد مناقشات وافق المجلس كذلك نهائيا على مشروع قانون صناعة السيارات. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين، وعقب مناقشة النواب لمواد قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج تمت الموافقة عليه في مجموعه ونهائيا، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون صناعة السيارات. من المرات القلائل اللي احنا بنلاقي قانون يحمل فكرة من خارج الصندوق، يحمل فكرة، أستعير كلمة السيد المقرر اللي قالها في مقدمة القانون، أن الكل رابح. هنا بالفعل الكل رابح، لأن القانون أعتقد أنه فكرته صيغت بحرفية شديدة وصنع بفكر متقدم وبشكل فعلا يضمن للجميع أن يستفيد دون أن يسبب أي ضرر للاقتصاد الدولة. الموضوع ده تحديدا كنا ان الحكومة تتقدم به هذا جيد. انا شايفة ان هو يدعم حقوق المصريين في الخارج، وده مطلوب بموجب نص دستوري. ايضا كون ان هي برضو بتفكر بتدعيم او دعم المصريين في الخارج لوطنهم بالعملة الصعبة، ده برضو شيء جيد. وخلال الجلسة اكدت الحكومة على انه تم الانتهاء من مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس، وهي معدة في ضوء خبرات دولية. من جانبه أحال المجلس بيان الحكومة بشأن التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته وإبداء الملاحظات فيه. وفي ختام الجلسة وافق النواب بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم في الأساس المواطنين وتيسر لهم تقديم الخدمات، فضلا عن تسهيل عمل الحكومة للوفاء بواجباتها.